بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم في جامعة الإسراء، دائرة التعليم الإلكتروني وضمن مساق السلوك التنظيمي. واليوم إن شاء الله حناخذ آخر فصل في منهاج اللي هو السلوك التنظيمي، واللي حيكون عن الإبداع التنظيمي. ولكن حنمر سريعا على الفصول اللي أخذناها، تكلمنا وهذه بنركز عليها في كل محاضرة. السلوك التنظيمي مادة مكونة من 3 محاور، اللي هو المحور الأول محور الفردي، واللي تناولنا فيه الشخصية والإدراك والاتجاهات والقيم والدافعية والتعلم، والمحور الثاني محور الجماعي واتقدنا فيها جماعات العمل، والمحور الثالث اللي هو محور المنظمة وأخذنا في الصراع التنظيم والثقافة التنظيمية. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن الإبداع التنظيمي. في مساق الإبداع، عفوا، في فصل الأخير اللي هو الإبداع التنظيمي، حناخذ إن شاء الله الإبداع التنظيمي، أهمية الإبداع التنظيمي ومراحل عملية الإبداع وأنواع الإبداع وخصائص الشخص المبدع وخصائص المنظمة المبدعة ومعوقات الإبداع. يجب على المنظمة استغلال قدرات العاملين بشكل فعال. بنلاحظ أنه في كثير من المنظمات نكون فيها أشخاص مبدعين لا تستغل قدراتهم، للأسف، إنه كثير من منظمات الأعمال والمؤسسات الخاصة والعامة والحكومية والغير الحكومية والخيرية لا تنتبه للأشخاص المبدعين، لأن هؤلاء يعني الأشخاص المبدعين هذول ملهمش اللي هو الصفة الاجتماعية، ملهمش اللي هو اللي احنا بنعتبرها، فيش عندهم تسحيج يعني. فبتلاقي ايش، بعض الاحيان يهمل من المؤسسة، ما بيكونوا له دور، ملوش بروح يسوق نفسه عند المدير وعند الادارة العليا. لتحقيق ذلك اللي هو يجب على المنظمة استغلال قدرات العاملين بشكل فعال، عشان تحقق المنظمة استغلال قدرات العاملين لابد من تنمية وإطلاق تلك القدرات عن طريق تهيئة المناخ التنظيمي المشجع للإبداع. طب إيش هو الإبداع؟ الإبداع الإتيان بشيء جديد، حاجة غير مألوفة، تفكر خارج الصندوق. مفهوم الإبداع، جوهر الإبداع هو تطوير شيء جديد لم يوجد من قبل، فيش حد يتكلم عنه، فيش حد يجاوب، هذا هو الإبداع. الإبداع التنظيمي تطوير لفكرة داخل المنظمة، فكرة قائمة. يعني سبيل المثال، مؤسسة صحية كانوا يستخدموا السجل الورقي، انت جبت فكرة السجل الإلكتروني، بدل ما يشيل المريض الملف والمستشفى تعمل قاعة كبيرة لحفظ الملفات، لأنه كل يوم بترددوا عليها 1000 مريض من عيادة خارجية واستقباله ولا طوارئ ولا أقسام ولا مبيت، وبدهم موظفين للحفظ ولا الاستخراج. أنا عملت والله نظام السجل الإلكتروني، هذه فكرة إبداعية، تطوير لفكرة موجودة، الفكرة أنه في عندنا ملف طبي ولكن أنا حولته إلكتروني. هذه الإبداع، عملية يحاول فيها الفرد من خلال تفكيره وقدراته أن يتوصل لشيء جديد بالنسبة له أو بالنسبة لبيئة. ممكن هي موجودة برا، يعني هذا الفكر اللي بدي أقوله، السيارات اللي بتمشي على الغاز، احنا بنعرف في سيارات بتمشي على البنزين وعلى السولار، ولكن نتيجة انه عندنا غالية الاسعار، حتى اللي هو ورشات الميكانيكا
بدأت إنها تصمم للغاز، رغم إنه موجود برا في محطات بتعبي غاز، ولكن إحنا بتدخلش عنا، فهم هذا يعتبر جزء من الغاز، يعني حاجة جديدة. وممكن والآن في تفكير بإنه تشتغل على الشمس وعلى الماء وعلى إيه، هذه أفكار كلها أفكار إبداعية. وبعدين في كثير يعني حتى مفاهيم للإبداع، لو إحنا بدنا إن يعني تشير إلها، ممكن يعني هنا من تعريفات الإبداع استحداث أو ابتكار شيء جديد، لذلك فهو بهذا المعنى نقيض التقليد والمحاكاة، وهو التوصل لشيء جديد. فالإبداع يعني المنظم يتكون من البحث والتحليل الهدف. أيضا ممكن نقول إنه العملية التي يترتب عليها ظهور فكرة أو ممارسة أو منتج أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل العاملين بالمنظمة، أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار، بحيث يترتب عليها إحداث نوع من التغيير في بيئة أو عمليات في بيئة أو عمليات أو مخرجات المنظمة. يعني في كثير من التعريفات، عادة كمان بيخلطوا ما بين مفهوم الإبداع ومفهوم الاختراع والابتكار، إلا أن الإبداع يتمثل في التوصل إلى حل خلاق لمشكلة. الإبداع يعني اللي هو التوصل إلى حل خلاق لمشكلة أو فكرة جديدة، والابتكار هو التطبيق الخلاق والملائم لهذه الفكرة. طيب قلنا الإبداع عملية يحاول فيها الفرد من خلال تفكيره وقدراته أن يتوصل لشيء جديد بالنسبة له أو بالنسبة لبيئته. طيب نستنتج من التعريفات اللي ذكرناها قبل شوية أن هناك في فرق بين السلوك الإبداعي والقدرات الإبداعية. في سلوك إبداعي وفي قدرات إبداعية. السلوك الإبداعي هو عملية إنتاج أفكار جديدة أو غير مألوفة. هذا السلوك الإبداعي عملية إنتاج لأفكار جديدة لم يتطرق إليها من قبل. بينما القدرات الإبداعية تشير إلى القدرة على إنتاج تلك الأفكار. هذه الأفكار أنا في عندي قدرة على أن أبدعها، يعني أنتجها، فهذه تسمى القدرات الإبداعية. طيب إذا نستخلص من اللي تكلمناه في الإبداع، أنه الإبداع هو النظر إلى الظواهر والأشياء والمشكلات نظرة غير تقليدية، نظرة غير تقليدية، مش بالشكل اللي كل الناس تطلع له، مش بالشكل اللي كل المعتاد إنه يحلوا هذه المشكلة هيك هيك هيك. أنا أجيب حل لمشكلة بطريقة مختلفة، بحلها بطريقة مختلفة عن الآخرين، وباخذ اني انا كيف ممكن طريقة مختلفة، ولكن تؤدي لا يعني ارهاق في التكاليف، ارهاق في لا يعني حتى نتائجها تكون مبدعة، نقلل فيها من عناصر التكاليف الثلاثة، وقت وجهد ومال، او اني اخرجها بمخرج جميل. طيب أهمية الإبداع التنظيمي، يعني الإبداع أهمية كبيرة جدا، وفي أول حاجة إن الأفكار والأشياء الجديدة تعد عنصر مميز للمنظمة، تعد عنصر مميز في المنظمة، ذلك أن المنظمة غير المعد المبدعة تعد منظمة إيش جامدة. إحنا بنعدها منظمة جامدة، اللي
والمنظمة غير المبدعة هي منظمة بالفعل منظمة جامدة. أيضا المنظمات اليابانية شكلت سمعة للمنتج الياباني من خلال الابتكار والإبداع. عندنا التطور السريع، يعني المنظمات المؤسسات اليابانية سمعتها لمنتجاتها، ودير بالك الجودة، احنا لما نتكلم عن المنتج الياباني دائما بنربطه بالجودة. الله لما نقول لك والله هذا الميكروويف ياباني، والله هذه ماكينة عفوا مكنسة الكهرباء هذه يابانية، فأنت دغري تربطها بأنه يعني فيها جودة عالية، على عكس اللي لا هذه صيني صيني. دائما عدم الجودة بنربطها في الصين، والجودة العالية بنربطها في اليابان، لأنه يعني أخذت على عاتقها اليابان أنه كل منتجاتها لازم تكون ذات جودة عالية. الصين بتصنع الرديء وبتصنع الجيد حسب أنت إيش التكلفة اللي بتدفعها والفلوس اللي أنت بتدفعها. أيضا التطور السريع للبيئة المحيطة بالمنظمة تطلب الاهتمام بالإبداع المستمر. التطور السريع للبيئة المحيطة بالمنظمة يتطلب الاهتمام بالإبداع المستمر رغبة في إيش؟ في البقاء أو التفوق. يمثل الفرد المبدع ثروة، وبالفعل هو ثروة لمين؟ للمؤسسة. هذا المؤسسة لازم إنها تتشبث فيه، لازم تتمسك فيه، يجب صيانتها وتنميتها بشكل مستمر. المقصود هذا صيانتها، المحافظة عليها وتنميتها، إعطاء دورات، نهتم بالقدرات هذه الخارقة اللي عنده، بغية تحقيق الأهداف التنظيمية. عشان أنا أحقق أهداف تنظيمية يجب أن أهتم بالأفراد المبدعين أو الفرد المبدع داخل المنظمة. في عندنا مراحل عملية الإبداع، ومراحل عملية الإبداع أول شيء الإحساس بالمشكلة والدراية بها. بدك يعني الشخص المبدع كيف هو مثلا بده يبتكر طريقة، مثلا هو نتيجة أنه اشتغل في هذا الأمر فشعر بالمعاناة اللي بواجهها زملائه في العمل أو هو بواجهها، فبدأ إيش يفكر في انه كيف يتغلب او كيف يوفر وقت او كيف انه يزيد في الانتاجية وهكذا. بعدين الاستغراق في المشكلة، يتعمق فيها، بقعد يحلل فيها، يجمع عنها بيانات، ياخذ معلومات وبيانات عن هذا الامر، الاستغراق في المشكلة وجمع البيانات. بعدين بيبدأ يعمل حضانة وحفظ للمعلومات، يعني ممكن يستمر على اللي هو فيه، ولكن بيصير هو يعمل زي محاكاة بينه وبين نفسه، انه والله انا كيف هذه بدي اخليها. طب انا احنا هذا المصنع، هذا خط الانتاج بنتج مثلا 30، كيف بدي اخليه 50؟ طب كيف بدي اغير في شكل المنتج؟ كيف بدي اغير في ازيد في صلاحيته وهكذا. التبصر واستنارة الافكار، واخر حاجة اللي هي تأكيد الفكرة وتطبيقها، وبالدهان انه يصر على انه هذا الامر هذا لازم انا اطوره، وببدأ يطبق في الامر اللي طوره. في عنا انواع للابداع، في يسموه الاختراع الجديد، منتج جديد، نظرية جديدة. وعلى ذكر النظريات، في عنا عدة نظريات في الإبداع. يعني لو احنا تكلمنا عن يعني واحدة ممكن، ولكن بنذكرهم اللي هو مارش أند سيمون في 1958، هذه نظرية، وهذه قامت على انه ايش فسرت هذه النظرية الإبداع من خلال معالجة المشكلات اللي بتعترض المنظمات، اللي بتواجه بعض المنظمات فجوة بينما تقوم به وما يفترض أن تقوم به، فتحاول من خلال عملية البحث خلق بدائل. وهنا عملية الإبداع بتمر
فيها بعدة مراحل: فجوة أداء، عدم رخاء، بحث ووعي، وأخيرا بدأ وبدال، ثم إبداع، حيث يعني عزية الفجوة الأدائية لعوامل خارجية: تغرف الطلبة أو تغير في البيئة الخارجية أو الداخلية. في نظرية بيرنز أند ستيركر في 1961، في نظرية ويلسون في 1966، في نظرية هارفي أند ميل في 1970، في عندنا نظرية إيكون في 1970، وفي عندنا نظرية، آخر نظرية اللي هو زالتمان وآخرون في 1973. هي أن أيضا من أنواعها ربط الأفكار والجوانب فيما بينها، تربط بين الجوانب الإدارية والجوانب الرياضية والجوانب، جميع الجوانب تربط ما بينها، برضو هذا نوع من الإبداع، لأن تطوير شيء موجود. يعني عندك يعني كان الزمان عاملين السيارات في بابين، عملوها بعدين أربعة، في عملوها بعدين ست أبواب، وهكذا في تطوير دائما، في خليط أيضا من الطرق السابقة اللي هو هذا يعتبر نوع برضو من الإبداع. عندنا خامسا خصائص الشخص المبدع. الشخص المبدع عدم قبول الوضع الحالي والرغبة في التغيير، تلاقيه متنمرد على الوضع الحالي، مش عاجبه، واحنا دبالك يعني معظم المدراء بيحبوش هذه النوعيات، لانه قلت لكم اغلب الشخصيات المبدعة لا تجيد اللي هو الاجتماعيات، بديش احكي انه زي ما بيسموها بالمصطلح الجديد التسهيل، لا يجيد الاجتماعيات، لا مش فكره، انه فكره لا كيف انه يظهر نفسه من خلال منتج جديد، من خلال يقدم خدمة بطريقة جديدة. ايضا عدم الالتزام بمعايير المجموعة والميل الى المعايير المستقلة، الاهتمام بالجديد برضو بميل لانه دائما حاجة جديدة. ايضا في المعرفة الواسعة والتفكير الخلاق غير التقليدي، معرفة، تفكير خلاق، المهم تفكير غير اللي الناس بتفكر فيه. أيضا تفضيل حرية التعبير عن الرأي، عدم الاهتمام بآراء الآخرين، ما بيهتمش على الآخرين، له حريته في تفكيره، لأنه بيعتبر يعني إنه هو بده يجيب حاجة جديدة. ف يعني في ناس كثير تستهزئ، دير بالك بالمبدعين، لأنه هم ضاريين على نمط معين، فأنت تجيبهم، مش قلنا التفكير خارج الصندوق، الإتيان بشيء جديد، فمش حيعجبهم. طيب خصائص اللي هو المنظمة المبدعة. المنظمات المبدعة لها كثير من الخصائص، من أهمها شيوع قيم تنظيمية، ولو قلناها قبل شوية يعني المحاضرات السابقة حكيناها، شيوع قيم تنظيمية دافع للابتكار والإبداع. يعني في قيم تنظيمية، المنظمة من قيم المنظمة اللي هي يعني بتركز عليها انه تشجع الإبداع والابتكار، تبني أساليب أيضا تنمي الاتجاهات الإبداعية، هذه من المنظمة نفسها، المنظمة المبدعة، حتى أنك تقول الله هذه منظمة مبدعة وهذه مش منظمة مبدعة، لا، إذا بتنمي الاتجاهات الإبداعية وبتشجعها، يعرف إنه والله عندها إدارة العليا بتركز على يعني إنها تنمي الإبداع. أيضا الاستثمار في البحث طويل الأجل، وهنا طويل الأجل لأنه بينتج عنه شيء، كمان الاستثمار في البحث بشكل عام. تعرفين الدول الأجنبية وحتى إسرائيل
قديش بتنفق على البحث العلمي؟ ما مجموع كل العرب إسرائيل بتنفق على البحث العلمي؟ يعني لو العرب بيصرفوا مليار في السنة كلهم ال 22 دولة، هي لحالها إسرائيل بتصرف اللي هو المليار على البحث مثلا. هذا عندنا تجريب الأفكار الجديدة وعدم الحكم عليها مسبقا. يا بحب يعني المنظمة تشجع على جرب حاجات وما يحكموش عليها مسبقا انه هذه فاشلة ولا مش فاشلة. الميل الى اللامركزية والحد من تعقيد الإجراءات. المنظمة المبدعة فيش النمط المركزي ما بيولد ناس، ما بينتج ناس مبدعين. النمط المركزي نمط ديكتاتور. اللامركزية هي اللي بتعمل اللي هو في حرية فيها، في حد في بيقللوا من التعقيد الإجراءات، أيضا تشجيع المبادرات. أي إنسان عنده مبادرة بيشجعوه، ما بيقعدوا يتهزوا يستهزئوا به. عندنا نشر ثقافات تبادل الآراء والمشاركة بالنقد البناء. والله حتى في الاجتماعات ايش عندك ايش انت عندك وايش انا عندي وبنتكلم مع بعض. الفكرة اذا ظلت في نفسي هي فكرة، انما اذا تبادلتها مع غيري بتصير افكار، مجموعة من الافكار هذه ممكن انها تولد افكار ابداعية. ايضا تفهم الصراع، تفهم الصراع وايجاد الحلول المناسبة له. هذولا من خصائص إيش المنظمة المبدعة. نيجي لسابعا في أن اللي هو المعوقات الإبداع. والمعوقات الإبداع هنأخذها على يعني معوقات شخصية ومعوقات تنظيمية ومعوقات من قبل المدير ومعوقات ثقافية واجتماعية. نبدأ في إيش في المعوقات الشخصية. هاي يعني كثير يعني توجد عوامل بتحد من الإبداع في المنظمات بنسميها المعوقات. تلك المعوقات يعني ممكن نقسمها لفردية من قبل مدير وتنظيمية وثقافية واجتماعية. طيب بالنسبة للمعوقات الشخصية، البحث باستمرار عن الجواب الصحيح هذا معوق يعتبر إيش اللي هو شخصي. إنه الخوف والقلق، المعوقات الشخصية زي الخوف والقلق المكبل للقدرات. ثلاثة لا رأي لهم: الخائف والجائع والمغرور. عندنا التمسك بالنمط التقليدي في الآراء، النمط التقليدي القديم تلاقيه هذا معوق. يعني لا والله هذا كان يعمل المدير وخلاص، إن احنا دائما بدافع عن. أيضا عندنا الأحكام المسبقة على الأفكار والأشياء. والله يا عمي هذا قبل هيك عملوه، يا عمي أنت إيش بدك يا عمي، جربناه هذا فخلص. السلبية وعدم الاستقلالية والانطواء. يا إما أقول لك أنت حرين، أنا قلت لكم قبل هيك. بيجي بده يحطمك، يعني حطم مجاديفك زي ما. أيضا محاولة دائمة لاستخدام المنطق، حيث أن المنطق هو مفتاح الوصول للأفكار الإبداعية. البحث عن حلول تتبع قواعد محددة. السعي لأن يكون الفرد عمليا. تجنب الغموض. عدم اللعب واللهو أثناء العمل، وهذا يتطلب دوام البحث والعمل. انخفاض احساس الفرد ايضا باهميه شعوره بانه لا قيمه له. في عندنا اللي هو المعوقات التنظيميه: التزام الحرفي بالقوانين والتعليمات والاجراءات واللوائح، ودائما بتحجج في انه اللوائح والانظمه والتعليمات والقوانين لا تسمح، فبعتبرها انه ايش دائما تحجج فيها. ايضا غياب القياده الاداريه المؤهله نتيجة عدم ثقة بعض المديرين بأنفسهم أو بالعاملين. أيضا عدم الثقة بين الإدارة والعاملين، فيش ثقة بينهم، فهذه تعتبر أيضا معوق. المناخ التنظيمي غير الصحي، عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة برضو معوق تنظيمي.
تطبيق هيكل التنظيمي غير سليم تحديدا مركزي يكون، لأن قلنا التنظيم المركزي لا يسمح بالإبداع. سوء إدارة الصراع واللعبة السياسية في المنظمة، عدم توافر المواد اللازم برضو، يعني كل شيء بده حدد، إذا كان في معمل شيء بده يجرب بدك تعطيه مواد. تطبيق مبدأ التخصص الضيق في تصميم الأعمال، إنه أنت قط هذا مطلوب منك، كي لو أنت عملت ممكن تتعاقب. عدم اللي هو العمليات الإدارية غير السليمة بما في ذلك القيادة واتخاذ القرارات، هذه المعوقات التنظيمية. عندنا المعوقات الاجتماعية، احترام مسلمات تعيق الإبداع. خلاص والله أنا يعني القيم والعادات والاتجاهات والتقاليد السائدة بعض الأحيان بتقف في المجتمع، بتقف إيش؟ عائق يحول دون تنمية تعزيز القدرات الإبداعية لدى الأفراد. يعني بتيجي مثلا منحة لبنت في مجتمعنا، والله أجتها منحة بريطانيا، فبقول وين أنت بدك وين تطلع؟ قلت لا لا لا. وكثير من البنات أنا بلاحظ من خلال تدريسنا في الجامعات إنه كثير من البنات هن المتفوقات أكثر من الشباب، ولكن لما تجيها منحة على بريطانيا على ماليزيا على على دولة، لا لا لا، يا تدرس محليا، أما تجيب ثقافات تجيب علم جديد حاجة هيك بشجعوا. شانا غياب حرية التعبير والانتقاد الذاتي، ممنوع أنت تنتقد المدير أبدا، ممنوع تنتقد المسؤول عنه، لا لازم تضلك يعني تطبل له زي ما بنحكي. الأسلوب التربوي القاتل للطموح والمكبل للحريات والقدرات، وهذا سليب تربينا عليه أنه اللي أكبر منك مش لازم، خلاص لازم أنت سمعا وطاعة، هذه كلها معوق اجتماعي للإبداع. عندنا أيضا أساليب تعليم تقليدية تعتمد على التلقين والحفظ بدل تنمية التفكير والإبداع. وأنا يعني إحنا الحمد لله في جامعة الأسرة بدينا يعني أنا أقول لك جامعة الأسرة تميز طلابها بأنهم من الفصل الأول بنكلفهم بيبدوا يعملوا برزنتيشن، صح بكون ضعيف في السنة الأولى والثانية، ولكن ما بيوصل سنة رابعة يعني أنا بعتقد أنه 60% بتركن عليه يعطي محاضرة. وهذه أجت نتيجة أنه كل مرة عن مرة يعني كمان الزيارات عندهم حاجات غير تقليدية، يعني الزيارات للمؤسسات، استضافة، عندنا يعني برنامج اللي هو كل مساق بدك تستضيف لضيف، أيضا هذه يعني فيش فيها يعني حطمنا اللي هو التعليم إيش بالتلقين والحفظ. أيضا في معوقات ممكن نسيبها للمدير، زي مثلا النظر للأفكار الجديدة الصادرة من المستويات الدنيا، اللي إذا جت الأفكار من موظفين اللي هو يعني خلينا نقول الإدارة التنفيذية أو الدنيا بيستهزئ فيها، إنما لو كانت من نفس المستوى ممكن يقبلها أو إنه بتشكك فيها. إصرار المدير على أن العاملين الذين يحتاجون لموافقته يجب أن يمروا عبر مستويات إدارية أخرى للحصول على توقيعه، لو تعقيد البيروقراطية والإجراءات البيروقراطية لزيادة عن اللزوم، الطلب إلى الإدارات والأفراد أن يتحدى وينتقد كل منهم الآخر، يعني زي بتعمل بعض المدراء يعني إيش عملت هذه الدائرة؟ طب روح قول له أنت، يعني وكأنه بيزيد الصراع بينهم. الطلب النقد بحرية والامتناع عن المديح، لما ينتقد المدير بتلاقيه ينتقد بيأخذ راحته ببهدله وبيعمل، أما إذا بده يعني يمدح أو يحفزهم معنويا تلاقيه بتردد في هذا.
أيضا نقد بحرية الامتناع عن المديح وإشعار العاملين بأنه يمكن فصلهم من العمل بأي وقت. بيظلوا تحت تحديد تحت التهديد، هذا إنسان لا يمكن إنه يعني يجي منه أي إبداع، لأنه فيش عنده ولا انتماء للمنظمة. النظر إلى معرفة وتحديد المشكلات على أنها علامات فشل وعدم تشجيع الأفراد على اطلاع على المشكلات. أيضا السيطرة على كل شيء بعناية والتأكد من قيام الأفراد بتأديات أي شيء يمكن تعداده. اتخاذ القرارات أيضا متعلقة بإعادة التنظيم والتغيير بسرية وإعلانها للعاملين بصورة مفاجئة. احنا لهنا يعني انتهى الفصل، وحتى انتهت يعني المسار، بس نعمل زي هيك نتذكر ايش اخذنا. اخذنا الابداع التنظيمي، اخذنا اهمية الابداع التنظيمي، مراحل عملية الابداع وانواع الابداع وخصائص الشخص الموجود، خصائص المنظمة المبدعة، واخذنا اخيرا معوقات الابداع.